انا عاوز اسالك سؤال، انت بذمتك كواحد بتتعلم انجليزي او بتتكلم انجليزي ما زهقتش من كلمه very؟ يعني جدا يا اخي انا عن نفسي زهقت خلاص مش طايقها. عشان كده في الفيديو بتاع النهارده انا جايب لك بدايل تانية لي very تقدر تستخدمهم وتبان وانت بتتكلم ان انت طليق زياده او لبق زياده في اللغه. يلا بينا نخلص من very ونشوف البدايل بتاعتها. يلا بينا هنبتدي الاول بالبدايل الانفورمال او البدايل العاميه اللي تقدر تستخدمها في مواقف غير رسميه. واول بديل معانا لي very هو bloody، والكلمة دي بتستخدم كتير قوي في بريطانيا اكتر منها امريكا، ومعناها زي very بالظبط، معناها جدا. خلينا اديك مثال، the movie is bloody brilliant، يعني الموفي ده او الفيلم ده عبقري. the movie is bloody brilliant. اقلد لك حتة لهجة انجليزي كده من بتاعت ليفربول عشان لو ابو صلاح بيتفرج علينا ولا حاجة. خد الحتة ديت. he said what a bloody day. احمد انا بقول تعاون. تاني بديل معانا وهنرجع بقى للامريكان انجلش او الانجليزي الامريكاني، وهو pretty pretty pretty. كل البدايل النهارده بمعنى very جدا. يعني عاوز اقول مثلا الامتحان ده سهل، فاقول the exam was pretty easy. الامتحان كان سهل جدا. the exam was pretty pretty easy. معانا بعد كده way too، هما كلمتين بس الاثنين مع بعض بيبقوا بمعنى جدا. way too زي very. عاوز اقول لك مثلا المبنى ده طويل جدا. this building is way too high. this building is way too high. فبجيب way too واجيب الصفه بعدها. لو شلت way too وحطيت very هتدي نفس المعنى. عندنا كمان mad. الناس متعوده ان mad يعني واحد مجنون او واحد احيانا بتبقى معنى غضبان، لكن mad النهارده بمعنى very جدا برضو. نجيبها قبل الصفات عشان نزود قوة الصفة دي. مثال، this Ferrari is mad expensive. الفراري دي غالية جدا. العربية الفراري يعني. معانا بعد كده البدايل الفورمال او البدايل الرسمية، واول بديل معانا وهو extremely. extremely معناها الى اقصى حد. فلما اقولك مثلا الوجبة دي رخيصة جدا، رخيصة الى اقصى حد، هقول بالانجلش this meal is extremely cheap. extremely cheap رخيص. extremely cheap. تاني بديل معانا formal او رسمي تستخدمه في مواقع رسمية هو notably او notably. notably يعني بشكل ملحوظ. عاوز اقول لك هو سريع جدا او سريع بشكل ملحوظ. he's notably fast. notably fast. عندنا كمان absolutely. absolutely خلينا اديك مثال، an absolutely amazing song يعني اغنيه مدهشه جدا. an absolutely وبعدين الصفه اللي هي amazing song زي very amazing song، بس حطينا absolutely ده البديل لvery. عندنا كمان ودي كلمه تقيله شويه وطويله وخليتها للاخر، قولها معايا كده outstandingly. outstandingly outstandingly. لما احب مثلا اقول لك احنا ذكاء جدا او اذكياء جدا. we are outstandingly clever. we are outstandingly clever. لو الفيديو عجبك انت عارف هتعمل ايه، وانا متاكد انك ما سمعتش بدايل very غير هنا. thank you وخلينا نشوفكم على خير.